بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب. السلام عليكم أينما كنتم، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكون صحتكم مزيانة، تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. إما إن شاء الله غادي نفصل معكم هاد الجلابة، جلابة بالثوب المطروز. هاد الثوب المطروز اللي كيجي بواجد بحال هكذا كيكونوا فيه بزاف ديال المشاكل. غادي نشارك معكم بعض منها إن شاء الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الأمام، يكون فيه طرزه عريضه واحد شويه، يعني على حسب الطرزه نتوما اللي شارينها. هذا عنده الطرزه هنايا عريضه وديال الاكمام شويه رقيقه. اول حاجه غادي نديروها ان شاء الله غادي نطويو الثوب على جوج، كنحطو الطرزه على الطرزه. يعني البنات المبتدئات دائما كتحاولوا دائما تحطوا هاد الطرزه على الطرزه باش كتجيكم في الصدر محطوطه طريقه صحيحه ان شاء الله. انتما كيف ما كتشوفوا احنا هنايا قدينا الثوب. غادي نبداو ان شاء الله الفصاله من الامام، يعني اللي فيها الطريزات هي الامام، يعني الجهه اللي مفتوحه. انتما كيف ما كتشوفوا الطرزه فوق الطرزه، ولا خفتوا انها تحرك لكم انتما كتفصلوا غادي تثبتوها بالفنايت ان شاء الله. عاد تبداو العبار ديالكم. انا هاد العبار عندي في اكس 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 ال، يعني عندي في الكتاف 23 سنتيم، وفي الصدر 35 سنتيم، وفي ليهونش 38 سنتيم. يعني هاد العبار كبير. السيدات اللي بغاو يشريو التوب بحال هذا دائما يتأكدوا من العرض ديال التوب واش كافي ولا ما كافيش. البنات اللي بغاو يفصلوا دائما ما تحطوش المقاس حتى تشوفوا التوب واش كافيكم باش ما تضيعوش المولاتو. كنهضر مع المبتدئات من طبيعة الحال. عندنا في الكتاف كما قلت لكم 23، الرقبة ديال الخلف درت 8 سنتيم ونزلت بجوج ديال السنتيم، وكندير تقويرة ديال الخلف ان شاء الله. بالنسبة للتركيز انا هنا بط 26 سنتيم. غادي ندير العبار ديال الحزام، عندي 35 سنتيم. كندير هنايا واحد المستطيل باش تسهل عليكم طريقة الفصالة. هنايا كتدخلوا كتطلعوا بثلاثة سنتيم، هنايا عند النقطة 16 سنتيم كندخلو بسنتيم وكنلاقيو النقاط فقط إن شاء الله. من هنايا لهنا هبطو ب14 سنتيم باش ديرو العبار ديال الحزام. عندنا 34 سنتيم، كنعاودو نهبطو ب14 سنتيم وكنديرو العبار ديال لي هونش اللي عندنا فيه 38 سنتيم. انا هنايا يعني فاش تاخذوا العبار، يعني باش تبغي تطبقوا العبارات كتخليو سنتيم حتى سنتيم ونص ديال الخياطه اللي ديال السيفه اللي كتكون في الامام، لان هنايا بادين من الامام ماشي الخلف. كنطيحوا هنا كتر 3 سنتيم كيف ما قلت لكم. عاد تاخذوا العبار ديال الطول هنايا في الجلايل غادي نديروا 42 سنتيم، وخا انا في 38 في ليهونش غنديرو 42 سنتيم لان باش يكفانا التوب، لان التوب هذا قلت لكم دائما ما تيكفاش تقريبا الا كان العبار كبير. نتوما يعني البنات اللي بغات تجرب واش كافيها التوب ما تقطعش حتى تستراسي وتشوف الجهه الاخرى واش باقي، يعني كتشوف اكبر حجم وكتشوف واش هو عندها في الجهه الاخرى وتشوف الطول باش تعرف واش التوب كافيها ولا ما كافيهاش ان شاء الله. دابا انا هنايا مثلا هنا ساليت، هذا هو اكبر حجم اللي هو لي هونش. خصكم تشوفوا هنايا التوب واش باقي لكم هنايا في الجهه الاخرى، يعني تشوفوا واش باقي لكم جلايل، واش باقي لكم العبار اللي يكفيكم لي هونش. حاولوا انكم تطبقوا هذا عاد باش تقطعوا ان شاء الله. انا هنايا ساليت الامام، دابا غادي نحيدو وغادي نقلب التوب للجهه ديالي. كتولي الجهه اللي مسدوده هي اللي عندي نتوما كيف ما كتشوفوا. هنايا الكمام هما اللي بقاو عندي لتحت، انا غادي نقدي الجهه الاخرى وغادي نحط عليها صافي وكنقطع. هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندير التعديلات على الامام، يعني ما درتهاش حتى فصلت عليه الخلف. هنايا تهبطوا ب11 سنتيم وكديروا التقويره هكذا، يعني ما كتجيش دائريه لان هذه جلابه. هنايا هبطوا بسنتيم ودخلوا هنايا بسنتيم،
يعني هذه هي التعديلات، لان حيدنا سنتيم ديال واحد سنتيم حيدناه في الاول بالنسبة للخلف والامام، دابا عاد حيدنا السنتيم الاخر، هي جوج ديال السنتيم كنحيدو من هنايا سنتيم. من بعد كنقطعو الرقبة، هذه هي البلاصة اللي غادي يلصق فيها القب ان شاء الله. كنشوف التركيز واش كافيني، يعني التركيز هو هذاك ان شاء الله. دابا غادي نجمعو الامام والخلف، غادي نفصلو الاكمام. بالنسبة للاكمام حتى هما عندنا فيهم الطرزة، نتوما كيف ما كتشوفوا كنحاولوا نحطوا الطرزة على الطرزة حتى هي بنفس الطريقة، وكنقسموا الطرزة على جوج هنايا، عاد كنفصلو. العبار كناخدوه من الجهة ديال الطرزة، لان الا بدينا من الفوق الا كانت السيده الكمام ديالها قصارين تقدر تبقى لنا الطرزه لتحت، يعني ناخذ هنايا هذا هو العبار. عاد كنزيدو 3 سنتيم ديال الخياطه. هنايا عندنا 27 سنتيم، غادي ننزلو ب10 سنتيم، كنخليو 3 سنتيم وكنقسمو داكشي اللي بقى لنا على جوج. الجهة اللي طالعة كنطلع بسنتيم ونص، والجهة اللي نازلة كنهبط بسنتيم ونص، وكندير دورة الذراع. هنايا هاد المسافة قسموها على جوج، وكتدخلي بسنتيم وكترسمي الكم ان شاء الله. هكذا كنكونو سالينا الكم. دائما تأكدوا من العبارات وتأكدوا واش الثوب مطوي بطريقة صحيحة، عاد تقطعوا ان شاء الله باش ما يخرج لكم حتى شي ديفو ان شاء الله في البياسة. صافي وكنقطعوا ان شاء الله. تأكدوا واش الطرزة محطوطة على الطرزة. دابا هادشي اللي بقى لنا ان شاء الله ديال الثوب هو اللي غادي نديروا عليه القب، يعني غادي نفصلوا القب هنايا. انا هنايا كنعبر كنشوف شكون هي البلاصه اللي ممكن انني ندير فيها الثوب، يعني انا هنايا قديت هاد البلاصه. هاد الجلابه ان شاء الله غادي تخدم بالتراسل، يعني غادي نخلي فيها دوك الودينات في القب. هنايا خديت 42 سنتيم، وهنايا خديت 30 سنتيم، هنايا كذلك 30 سنتيم. هنايا يعني هاد المسافة هنايا عندي كيف ما قلت لكم 30 سنتيم، كيولي عندنا هنايا واحد المربع. كندخل هنا ب10 سنتيم، يعني كناخد من هنايا لهنا 27 سنتيم. هذه اسهل طريقة باش دير القب ويخرج لك، يعني ما يخرج لكش فيه حتى شي ديفو. صافي وكتزيدي هنايا تقويره. انا دايره معكم يعني الشرح ديال الكمام بالتفصيل والشرح ديال القب، داكشي باش انا زربت الفيديو هنايا. الى فيديو اخر ان شاء الله، كنتمنى تبقاو بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه.